ضيف طيب فريد من نكته هو عبد العزيز ظريف مشجع ودادي معروف مرحبا بك على قناه انفاس بريس بارك الله فيك خويا فريد سي عبد العزيز كي جاك الوداد البيضاوي في لاليلي مع الاهلي المصري وهو الالي كان يسالي حسن من السيناريو اللي لاننا بدينا بديه زوينه وكنا واحد الوقيته تحكمنا في الماتش كان ماتش هو تكتيكي ما كانش فيه ديك ال... ديك النزعه كيف ما كنقولوا التقنيه اللي كان كيتسناها الجمهور لان بحال هاد اللقاءات خاصها تربح ما تلعبش انك حتى كتلعب على لقب اللي ما كيتعوضش في مقابله اللي ما فيهاش تعويض كان هو فيه انتقام من الاهلي لان الوداد الرياضي سبق وخذ لهم جوج ديال الكؤوس وكان فيه تاكيد كيف ما كنقولوا التفوق وعلو كعب الوداد على الاهلي في المقابلات نهائيه في مقابلات نهائيه شكون اللاعب اللي كان ما خصوش يلعب في هذا الماتش ديال الوداد البيضاوي شوف احنا الان باش نكونوا صريحين ونكونوا واضحين اه ماشي في مرحله نعزلو في مرحله التشجيع اللي توني خاصنا نكونوا وراه باش يكون سبع ويكون فيه 11 سبع باش ماشي غير يكون سبع واحد لان احنا بغيناهم كلهم يكونوا سبعه ويحققوا لنا المراد لان احنا ماشي مساله الاختيارات لان اللي غادي يدخل خاصنا يكونوا مشجعينه لانه كيلبس التوني ديال الوداد باش يحس براسو حتى هو بالثقل ديال التوني اللي لابسه وبالتوني ديال بالفرقه اللي لعب ليها انت كودادي مشجع ودادي كنعرفوك عندك واحد الحرقه كبيره على الوداد البيضاوي يعني مشجع حتى النخاع اكيد يعني يعني النتيجه ديال جوج لواحد واش مرضيه شوف هي مرضيه بافضليه الهدف خارج الميدان ولكن بالنسبه لسيناريو المقابله ما ماشي مرضيه لاننا كنا حنا متفوقين وكنا حنا نخطفوا الانتصار من قلب القاهره لان ما كان صعيب ما لعبناش ضد فريق اللي آه كيف ما كنقولوا كيخلع بدك التصور اللي كانوا حاطينه وسائل الاعلام المصريه قبل من وسائل الاعلام الخارجيه اللي لي كيف ما كنقولوا صوروا الاهلي بانه آه بوع افريقيا وعطاو بان الوداد الرياضه غادي يعاني ولكن يعني أعطى واحد الصوره كبيره عليه كيف ما كنقولوا شفنا فريق عادي فريق كيدير حتى هو اخطاء كاين تشابه ما بين الفريقين بالنسبه لطريقه مناقشه المقابله والتخوف من استقبال الهدف لان كل فريق كان باغي يكون هو السباق للتسجيل باش يحيد عليه واحد الثقل وينهي المقابله في الذهب لان اي اي واحد من المشجع ديال الفريقين غادي يقول لك نبغي نسالي المقابله في الذهب باش الاياب نمشي نتوج ماشي نتقاتل على على المقابله ونبقى كيف ما كنقولوا لاعب ورقه اخرى يعني نمشي قاتل الماتش باش نمشي انا نطلع البوديوم كبطل سي عبد العزيز شنو اللي ما عجبكش في المباراه ديال الاهلي المصري ضياع جوج كيف ما كنقولوا فرص اللي كانوا محققه اللي كنا نقتلوا فيها المقابله الاولى اللي كانت للجعدي أه ما توفقش فيها ما غنقولوش ضيعها لان ما شي واحد اللي غادي يبغي يضيع في الفينال وما غاديش يبغي يكون يتكتب الفينال بسميتو بانه هو اللي أه كان سبب في تتويج الوداد او لا تتويج فريقه بصفه عامه أه ضاعت الكره أه ما توفقش فيها أه فرصه اخرى نفس اللاعب كان واحد تسرع نظرا للضغط المقابله لان ماشي سهل تلعب نهائي وخارج ارضك وكنت غادي تلعب مع فريق خدا الكاس عشرات المرات يعني متصدر على مستوى الانديه الفائزه بهذا اللقب يعني راه ما ساهلاش حتى هي كيكون احترام الخصم وما حنا العيب اللي كان في المقابله احترمناه في بعض الفترات اكثر من اللازم كانت مبالغه في احترام الخصم في الوقت اللي كان خاصنا ناخذ المبادره الشيء اللي فطن ليه المدرب في الشوط الثاني خلاه خلاه يدير تغييرات بدلوا المجريات ديال اللقاء وبدلوا المسار ديال المقابله وشفنا الوداد اللي كان خاصنا نشوفوها من الاول لان كون كانت ديك الشجاعه الهجوميه في وقت قبل كنا نخرجوا بنتيجه افضل كما شفنا في المواقع التواصل الاجتماعي يعني المصريين وكذلك المغاربه كيقول لك بان التحكيم كان ضعيف جدا واشوف بحال هذه المقابلات من لي كتسند لي سند اللي كتسند لهم تسند المهمه الحكم ما معروفش في الساحه الكرويه وما ما سبقش لينا عرفنا عرفنا غير ملي حكم هذا اللقاء كانش عنده اخطاء يعني بلغه الكره كبر عليه الماتش في لحظه من اللحظات فلتت المقابله من يديه ولينا كنشوفوا اخطاء بالجمله اخطاء في تقدير ديال ضربات الجزاء اخطاء في كيف ما كان في اعلان على ضربات الاخطاء يعني ولينا كنشوفوا عشوائيه في التحكيم آه يعني الحكم ما كانش بالحجم ديال النهائي يعني بقيمه المقابله وحجم ديالها كان صغر من اللقاء كيف توقعات ديالك ديال مقابله الاياب لنا بالمغرب ان شاء الله هي غتكون صعيبه باش نكونوا متفقين حنا حنا على الورق من هازمين لواحد الاهلي مازال هو اللي عنده كيف ما كنقولوا الحظ الكبير بالفوز بالكاس باش نهضروا بالواقع لان هذا الشيء كيتطرح بالوقائع ولكن تا وبالروح بتاريخ الوداد وبقيمته ان شاء الله الكاس ما غادي يخرجش من كازا وغنستافدوا من افضليه الهدف خارج الميدان ما غاديش تكون هدف بلا قيمه ان شاء الله لانه كيعني كي الشيء الكثير انك تخسر بجوج واحد افضل من انك تخسر بهدفين مقابل لا شيء غادي يخليك تلعب واحد الاريحيه كتقلب على هدف ماشي هي كتقلب على جوج ولا ثلاثه ان شاء الله الجماهير الوداديه غتخرج فرحانه اللعابه غادي يكونوا عند حسن الظن ولكن بشرط نبقاو حاطين رجلينا في الارض نبقاو كيف ما كنقولوا مركزين ومحترمين للخصم الاخطاء اللي طاحوا فيها يعني فلالي عند الاهلي المصري شيري يعني شي اخطاء انت طاحوا شي نصيحه منك شوف نصيحه للدفاع بالدرجه الاولى الدفاع يعني يكونوا مت... كنقولوا ما يعاب عليه هو الدفاع لان كيكون واحد السهو وواحد الشرود الذهني هو اللي كان تسبب لينا في في الهدفين اللي كيف ما كنقولوا تسجلوا ضد مجرى اللعب الوداد كان متحكم في المقابله كان داخل في الماتش كيتسجل عليك هدفين بواحد الطريقه اللي سادة ولكن الحمد لله بشخصيه البطل بعزيمه الكبار وبصوره الكبار وبتوب حامل اللقب رجعنا في الماتش تمكنا نسجلوا هدف هادشي خاصنا نستثمروه في ارضنا لان الكاس جا لكازا ما خاصوش يخرج لكازا يديو تشوما يغنديو كونوا رجال وجيبوا لنا عصبه إزا... الابطال لاننا هذا هو الواقع يا غديو انتوما يا إحنا حنا حنا غنعاونوا بعضياتنا باش تكونوا ابطال كلنا وباش نفرحوا كاملين انتوما عليكم تلعبوا وتعرقوا التوني وحنا ما علينا الا نشجعوكم حتى الاخر لحظه من لحظات المقابله ونخليو حلقنا في التيران يعني كتبغي مثلا تدخل للملعب كاين شي تسهيلات هذا تحدي اخر اكثر من تحدي اللاعبين في الملعب ضد الاهلي حنا دابا كنلعبوا ضد المسؤولين يعني ما عرفناش واش غادي تكون الارضيه معبده باش ندخلوا واش غادي تكون الاجواء ملائمه لان شفنا ناس مشجعين من ذوي الاحتياجات الخاصه للاهلي كانوا في ارض الملعب وكانوا على مقربه من بنك الاحتياط لان شفنا هذا الشيء في, في الماتش اللي فات في في الذهاب لان ما يجيوش ويقولوا لنا حكا راه كاين منع او لا مسؤول من الكاف او لا مسؤول من هاد البلاصه لان حق من حقوقنا حتى حنا نكونوا في الملعب ونكونوا حتى من المشجعين اللي يكونوا داخل ارضيه الملعب ما نكونوش منبودين وما نتهمشوش بسبب كيف ما كنقولوا بواحد الاعذار اللي هي اقبح من الذنب لاننا كيعطيوك واحد الاعذار اللي مك... ما يتشيقاش اصغر واحد فينا يعني كيقول لك المسؤولين ما بغاوش واحد كله حق الواحد ما بغيناش نشوفوا هذا الشيء هذا عرس كروي هذه ملحمه كرويه هذا الصوره ديال البلاد بغينا تبقى زوينه حتى الاخر ما بغيناهاش كيف ما كنقولوا تت... تتخدش بهذه بهدل... القرارات اللي كتجي واخر رساله للجمهور واللعبة شوف الجمهور اللي ما عندوش ورقه هذه هي اهم رساله اللي ما عندوش ورقه ما يغامرش وما يجيش للملعب لان احنا مش ما خساره اللقب اهون من خساره الارواح وخساره الصحه